السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، مرحبا بكم في قناتي في اليوتيوب امين انجلش. اليوم عندنا درس مهم جدا في القواعد اللي تحتاجوه في فهم النصوص وفهم اللغه الانجليزيه عامه، تحتاجوه في القواعد تاع جميع المستويات من البيام حتى للبكالوريا، وتحتاجوه ايضا في كتابه الفقرات. الدرس تاع اليوم هو Modal Verbs، الأفعال الناقصة. غادي نشوفوا الخصائص تاع هاد الأفعال، علاه ميزنا الأفعال هادو دون جميع الأفعال الأخرى. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو هذا للأخير. Modal Verbs في اللغة الإنجليزية اللي عندنا Can, Could, Shall, Should, Will, Would, May, Might, and Must. ما هي خصائص الافعال هذه؟ اول خاصيه من الخصائص انه هذه الافعال لا تصرف مع الضمائر، يعني كي تكون في الحاضر ما نزيدولهاش اس في الشي هي ات. كما تعرفوا في اللغه الانجليزيه تصرف تاع اي فعل في الحاضر، فور اكزامبل تولك، اي تولك، يو تولك، شي هي ات، تولكس، نزيدو الاس. الافعال هذو ما نزيدولهمش اس. وكود هي الباست تاع كان، would هي الباست تاع will، might الباست تاع may. الافعال هادو يجيو كيما هكا، فقط الفعل والماضي تاعه، ما عندهاش تصريف في اللغه الانجليزيه. الخاصيه الثانيه هو انه الفعل هذا ما يجيش وحده، يعني ماشي فعل رئيسي. نقدروا نقولوا I will travel، I will travel next month، ما نقدروش نقولوا I will، I will. الخاصيه الثالثه انه كي نبغوا نديروا السؤال فقط نبدو بالmodal verbs. على سبيل المثال Can I take your pen? Can I take your pen? May you help me? May you help me? عندما نريد تكوين سؤال بهذا الأفعال فقط نحط الفعل هو الأول والسبجكت هو الثاني. الخاصية الرابعة في النفي فقط نزيد not. I cannot والاختصار تاعه I can't. I will not والاختصار تاعه I won't. I should, I shouldn't. لماذا فقط نزيدو not؟ لأنه في اللغة الإنجليزية جميع الأفعال كي نبغوا نكون النفي نزيدو do not، نستعملوا الفعل المساعد do. For example I speak English، كي نبغوا نديروا النفي I do not speak English. لكن الأفعال هادو المودل verbs فقط نزيدو not ونكونوا النفي بكل بساطة. نروحوا لثاني حاجة، وظائف المودل verbs، شهو الدور تاعهم في الجملة. عدنا القدرة ولا الاستطاعة، النصيحة والاقتراح ولا طلب. نشوفوا for example I can drive the car، I can drive the car، شمعنتها أنا أستطيع قيادة سيارة. هنا بينت القدرة تاعي، أنا أستطيع قيادة السيارة. وعدنا أيضا permission، permission اللي هي الاستئذان. for example Can I drive the car؟ Can I drive the car؟ هل أستطيع قيادة السيارة؟ هنا أنت تستأذن من الشخص ولا مالك السيارة إذا كان بالإمكان قيادة السيارة، وهنا جاءت في صيغة سؤال. دائما الاقتراح والاستئذان يجي في صيغة سؤال، وقلنا كي نبغوا نستعملوا سؤال مع modal verbs فقط نبدو بالmodal verbs، فقط نبدو الجملة بالmodal verbs. Can I؟ Can I؟ الأولى كانت عندنا I can، وكان الوظيفة تاعها هي القدرة والاستطاعة، والثانية جات عندنا في صيغة سؤال وكان الوظيفة تاعها permission والاستئذان. إذا كان فقط بالكان نقدر نديرو permission ونقدر نديرو الاستطاعة، شهو دور الكود؟ الكود قلنا هي الماضي تاع كان، يعني كي تبغي تعبر عن الاستطاعة في الماضي تستعمل could. I could drive the car، I could drive the car، أنا كنت أستطيع قيادة سيارة. I could drive the car. I could swim when I was younger، ولا when I was a teenager، كنت أستطيع السباحة عندما كنت مراهق. هنا استعملنا الاستطاعة لكن في الماضي. وفي ناحية الاستئذان ما نقدروش نستأذنه في الماضي، ما نقدرش نقول لك could I drive the car؟ No. هنا فقط نستعمل الكود في طلب الاستئذان لأنها أكثر تأدبا، يعني كي تكون تهدر مع أصحابك ولا كي تكون تهدر مع أصحابك ممكن تستعمل كان. Can I drive the car? Can you give me that pen? لكن عندما تكون تتحدث مع واحد بصفة رسمية، زميلك في العمل ولا مديرك في العمل، تقول له Could you؟ Could you هي طريقة أكثر تأدبا أكثر من Can you. Could you give me that pen please؟ نروحوا shall should. shall should الاستعمال تاعهم للنصيحة advice. you shouldn't waste your time، you should not waste your time.
ما لازمش عليك ضيع وقتك. هنا انا لا الزمك بشيء، ماشي obligation، مانيش نفرض عليك، لكن راني ننصح فيك. You shouldn't waste your time، ما كانش ماشي لازم ضيع وقتك. You should not waste your time. ما هو الاستعمال تاع shall؟ shall قلنا should هي الماضي تاع shall. shall هي للاقتراح، وانتبهوا حاجة هنايا تستعمل فقط في صيغة سؤال. shall we go out؟ shall we go out؟ اللي هي باللغة العربية هلا هلا نذهب خارجا. shall we go out؟ وما نقدروش نقولوا I shall، لا تستعمل في الجملة، تستعمل فقط في الاقتراح في السؤال، ولا تستعمل أيضا في النفي. ما نقدروش نقولوا I shall not go out. ought to ولا had better عندها نفس الاستعمال تاع should للنصيحة. you ought to، لكن ought to و had better يعني تقترب من الobligation، معناتها تفرض رأيك. you had better كان لازم عليك كتر. you had better stay at home، كان لازم عليك تقعد في الدار. you ought to stay at home. وعدنا ought to ما نقدروش نستعمله معها النفي، ما نقدروش نقوله you ought not to، لا كي نبغو نستعملو النفي نستعملو في النصيحة should. you should not go out. you should not go out، ما نقدروش نقولو you ought not to go out. هذا هو الاختلاف الوحيد بين should و ought to، نفسهم الاثنان نفسهم للزوج نستعملوهم للنصيحة، لكن should نقدروا نستعملوها في الأفيرماتيف جملة تأكيدية، وفي النفي وفي السؤال. should we stay at home على سبيل المثال في زمن الكورونا والناس ما تخرجش، نقوله هل يجب علينا نقعدوا في الدار. should we stay at home. نجيو مع آخر واحدة واللي هي obligation، كيفاش نعبروا على obligation معناتها لازم عليك. you must نستعملوا must ولا have to. you must study hard so you can get your baccalaureate exam، لازم عليك تدرس بجد باش تدي الباك تاعك ان شاء الله. هنا نقدر نستعمل معها ايضا نفي. you must not، you must not eat too much chocolate. you must not eat too much chocolate ولا you must not eat too much junk food. هنايا راني نلزم عليك ونفرض عليك ما تاكلش الكثير من junk food ولا chocolate. وعدنا خاصية سادسة مع الأفعال، أنه الفعل اللي يجي بعد المودل فيربز لا يصرف. ما نقدرش نقوله she can plays football، no نقوله she can play football، مع أنه كي نقوله she نقوله she plays football. كي نزيدوا لها مودل فيربز ما نستعملوش ما نصرفوش الفعل الثاني. she can play football ولا she can play basketball. عدنا أيضا مودل فيربز may might. might هي الماضي تاع may، وهذه الأكثر استخداما في الاستئذان permission. على سبيل المثال تلميذ يطلب من الأستاذ الذهاب إلى المرحاض، may I go to the toilet please، may I go to the toilet please ولا might I go to the toilet please. هنا راني نطلب في الاستئذان، وهذه الأكثر صيغ تأدبا في طلب الاستئذان في اللغة الإنجليزية. قادر نقول can I go to the toilet please، لكن may و might هي الأكثر استعمالا والأكثر تأدبا من بين جميع الصيغ تاع المودل فيربس. ونقدر نقول I may go out when I want، I may go out when I want ولا you might be sick if you eat too much sugar، you might be sick if you eat too much sugar. هنا عدنا possibility، البوسيبيليتي اللي هي الاحتمال. هذا كان فيديو تاعنا تاع اليوم، حلوا جميع هاد التمارين وكتبوهم لي في التعليقات، وانا نصحح لكم كما دائما نصحح لكم الجمل في التعليقات. نشوفكم في فيديو اخر، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس. فيديو جديد كل احد واربعاء في القناه في اليوتيوب في الانستغرام وفي الفيسبوك. امين انجليش، السلام عليكم ورحمه الله.